النشاط الزلزالي الذي يعرفه المغرب حاليا يمكن قول عنه بصفة عامة أنه نشاط متوسط، لا يختلف كثيرا عن السنوات الماضية، فقط زلزال الحوز الذي كان مؤثر جدا على كل ساكنة المغرب بفعل القوة ديالو خلى الناس تتدارك هذه الهزات الصغيرة، يكون الشعور تاعها والإحساس بهذه الهزات نوعا ما فيه واحد التضخيم. إذا نظرنا إلى القائمة ديال كل الزلازل الآن هذه السنة والسنة الماضية، يمكن نقول أن النشاط الآن يعرف انخفاض، ولو أن من حين لآخر كتكون بعض الهزات الصغيرة المحسوسة كالهزة التي ذكرتم في منطقة العرايش كانت في عرض المحيط كانت بقوة 3 درجات على سلم ريشتر. هذه الهزة لم يتصل أحد في ذلك الحين بحوالي 11 ليلا و 8 دقائق، لم تبلغنا أن الساكنة شعرت بها، لكن هذا الصباح فقط تبادل الكلام جرى في الموضوع وصلتنا أنباء أن بعض الناس شعروا بها، لكن فعلا هي هزة صغيرة 3 درجات ليست قوية. وهذه المنطقة تعرف أحيانا بعض الهزات هي معروفة عند الفوالق في المنطقة والصدوع الجيولوجية المسببة لذلك. إذن كل هذا النشاط هو نشاط عادي لا يختلف كثيرا على الصورة التي رأيناها في الماضي على كل المناطق هذه المذكورة. Caprio.